أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما هو الضابط في التغني بالقرآن، وهل المقامات من هذا التغني؟ المقامات ليس من التغني المطلوب في القرآن، بل أنكرها العلماء وجعلوها من البدع والمحدثات. هذه المقامات أنكرها العلماء منذ قديم الزمان وجعلوها من المحدثات والبدع. التغني بالقرآن أنك تحسن صوتك بالقرآن من خلال الخطوات الشرعية، والعلماء خدموا هذا خدمة عظيمة، يعني معرفة مخارج الحروف، معرفة ما أيضا مسائل التجويد، الميم النون الساكنة والميم الساكنة، المدود أيضا، هذه كلها تعينك على التغني بالقرآن. هذا على المعنى الذي ذكره العلماء، المقصود به القرآن التغني به، يعني إحسان تحسين الصوت به. أما المعنى الآخر، من لم يتغنى يستغني، قالوا يستغني بالقرآن عن غيره. فلذلك المقامات هذه لا تدخل ضمن الوسائل الشرعية في ترتيل القرآن أو التغني بالقرآن.